بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنبدأ مع بعض أول محاضرة في الـ TSF اللي هي الـ Tissue Structure and Function. الـ TSF عندكم دي عبارة عن الهيستولوجي والفسيولوجي. هيستولوجي دي معناها اللي هو علم دراسة الأنسجة والخلايا بتاعة الجسم، لكن فسيولوجي معناها علم دراسة الوظائف بتاعة الأنسجة والأعضاء بتاعة الجسم عموما، تمام؟ فتلاقينا دايما ماشيين في التي اس اف دي بنتكلم عن الاستراكشر. استراكشر يعني التركيب، يعني كل خلايا الجسم عباره عن ايه، ازاي اصلا ناخد عينه من جسم الانسان ونفحصها تحت الميكروسكوب، نعرف الانسجه ايه انواع الانسجه في الجسم، وكل نسيج يختلف عن النسيج التاني في ايه، وبعد كده نتكلم عن الوظائف بقى بتاعت جسم الانسان. اي حاجه ربنا خلقها في جسم الانسان خالقها ليه وبتعمل الشغل بتاعها ازاي. طيب قبل ما ندخل في اي تفاصيل يا جماعه، اعرفكم النظام بتاعي هيكون سهل جدا، هتشوفوا مع بعض دلوقتي في المحاضره. بنمشي مع بعض، بنخطط كلمه كلمه مع بعض، نترجمها بنفهمها مع بعض عشان يبقى سهل لينا الحفظ. اي حاجه محتاجه رسم هتلاقينا بنرسمها، اي حاجه على صوره بنشاور عليها ونفهمها كأننا قاعدين مع بعض بالظبط. فيديو سهل جدا ان انت تشوفه اي عدد مرات زي ما انت عايز، في اي وقت زي ما انت عايز، فده بيوفر لك طبعا وقت كتير النزول والطلوع وكده، وكمان بيوفر لك فلوس مواصلات. ايا كان انت فين بتقدر ان انت تشوف الفيديو الشرح من على الابليكيشن بتاعي. الموضوع سهل جدا جدا جدا، تمام؟ طيب نبدأ مع بعض دلوقتي. اول محاضرة، اول محاضرة هتكون بعنوان المايكرو تكنيكس. يعني ايه يا جماعه مايكرو تكنيكس؟ مايكرو اصلا يا جماعه يعني حاجه صغيره، وتكنيكس يعني طرق، يعني ازاي ناخد عينه من جسم الانسان ونقطعها حتت صغيره جدا، هنسميها مع بعض سيكشنز، يعني كاننا جبنا كده قطعه لانشون كبيره كده وهنقطعها، قطعه اللانشون دي انت هنقطعها حتت صغيره، تمام؟ او قطعه جبنه رومي كبيره مثلا ونقطعها شرايح صغيره، تمام؟ وبعد كده نصبغها بصبغات معينه، تمام؟ عشان نفحصها تحت الميكروسكوب ونشوف ايه اللي في العينه دي بقى، تمام؟ عباره عن ايه؟ ده نسيج اسمه ايه؟ مواصفاته ايه؟ الخلايا بتاعته عباره عن ايه؟ تمام، هناخد مع بعض حاجة حاجة، ما تقلقوش خالص. طيب نسمي، بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول كده يا جماعة بيعرفك يعني إيه علم الهيستولوجي. يعني إيه علم الهيستولوجي؟ قلنا العلم اللي بيدرس الخلايا والأنسجة، تمام؟ يبقى دي كلمة يونانية، هيستو دي كلمة يونانية معناها تيشو، تيشو يعني نسيج، ولوجي دي يعني أصلا يعني علم، تمام؟ برانش اوف ساينس يعني فرع من العلم، بيدرس ايه؟ بيدرس الانسجه، يبقى it is a branch of science، هو فرع من العلم اللي بيدرس ديلينج المختص، يعني ديلينج ويز المختص بدراسه مين؟ الانسجه. طبعا ده ديفينيشن او تعريف مقدمه بس كده عشان يعرفك يعني ايه اصلا هيستولوجي. يبقى اهو تاني اهو تعريف بصورة تانية، it is a study، يبقى هو دراسة. دراسة ايه؟ دراسة السيلز الخلايا والتيشوز الأنسجة والأورجانز الأعضاء والسيستمز الأجهزة بتاعة جسم الإنسان، of the human body يعني بتاعة جسم الإنسان. أمال يعني ايه ذا مايكروسكوبيك اناتومي؟ بيقولوا على الهيستولوجي ان هو مايكروسكوبيك اناتومي، يعني اناتومي يعني تشريح، يعني هو بيشرح الجسم ويشرح الاورجنز، بس يشوف في التفاصيل اللي داخل الاعضاء. التفاصيل دي بتتم او بشوفها ازاي؟ باستخدام الميكروسكوب، تمام؟ بالراحه تانية يا جماعه، احنا عندنا علم اصلا او ماده هتاخدوها اسمها الاناتومي. اناتومي ده يعني التشريح، يعني يفتح جسم الانسان كده ويشوف ايه اللي فيه، كم اورجن، طب الاورجن ده او العضو ده يعني القلب ده مثلا منه واحد بس ولا منه اتنين، طب هو موجود فين في الجسم، شكله ازاي كده يعني. المهم ان التشريح اللي هو الاناتومي يعني اللي انت بتشوفه بعينك، تمام؟ لكن الهيستولوجي انا هشوف تفاصيل الحاجات باستخدام بقى جهاز اللي هو مين؟ المايكروسكوب. فبيقول على الهيستولوجي اللي هو المايكروسكوبيك اناتومي، تمام؟ طيب اصغر حاجه في جسم الانسان هي مين؟ سيلز الخلايا، والخلايا مع بعض تكون لي تيشو نسيج، وده نسيج ونسيج تاني ونسيج تالت، مجموعه من الانسجه مع بعض تكون لي مين؟ اورجان، اورجان اللي هو العضو. يبقى احنا عندنا السيلز تكون مع بعض
تيشو، والتيشوز مع بعض تكون اورجنز، والاورجنز مع بعض الاعضاء مع بعض تكون لي ايه؟ سيستم، جهاز، زي مثلا الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ده بيكون من المريء اللي هو الاسوفيجس، بيكون من المعده اللي هي الاستومك، وهكذا. يبقى شويه اورجنز مع بعض كونوا لي سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. طيب السيستمز بقى مع بعض اللي هو الاجهزه كلها مع بعض بتكون الهيومن بادي اللي هو جسم الانسان. السيستمز دي اللي هي زي ايه؟ زي الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الجهاز البولي، وهكذا. طيب ايمز اهداف ليرنينج اوف ليرنينج هيستولوجي. ليه احنا بندرس الهيستولوجي؟ بيعرفك ان ليرنينج عشان تدرس ايه؟ انت تدرس الهيستولوجي عشان تعرف ايه؟ عشان ليرنينج تتعرف على النورمال ستراكشر، التركيب الطبيعي للهيومن بادي، تفاصيل الجسم، شكل الخلايا، شكل الانسجه الطبيعيه. تمام؟ يعني انت بتاخد مثلا النسيج اللي هو الجلد مثلا، تعرف شكله الطبيعي بيكون ازاي، عشان لما تيجي بعد كده تاخد الباثولوجي. الباثولوجي دي بتدرس الامراض، تشوف الصوره بتاعت الجلد تعرف ان دي صوره غير طبيعيه، فتعرف ان فيها ديزيز او مرض. يبقى احنا في الهيستولوجي بندرس النورمال ستراكشر تو اندرستاند اهو، عشان تفهم ذا تشينجز، التغيرات which appear اللي ممكن تظهر باي ديزيزز، بسبب الامراض. يبقى انت بتدرس النورمال ستراكشر، التركيب الطبيعي للجسم الانسان، عشان تفهم اي تغيرات حصلت نتيجه او ظهرت نتيجه امراض. تمام؟ طيب كمان بندرس الهيستولوجي عشان ايه؟ عشان كوريليتنج، تشوف الارتباط ما بين الميكروسكوبيك ستراكشر اللي انت شفته، التركيب اللي انت شفته داخل تحت الميكروسكوب، والفانكشنز. يعني ايه الارتباط ما بين الاستراكشر والفانكشن؟ يعني تشوف ربنا خلق النسيج ده بتركيب معين، بمواصفات معينه، ان الخلايا بتاعته مثلا جنب بعض قوي، او الخلايا طويله، او الخلايا قصيره. ليه؟ عشان بيؤدي فانكشنز، وظائف معينه. يبقى بتقدر تشوف الاستراكشر وبناء عليه تفهم الوظيفه دي، ربنا خلق الاستراكشر ده بالشكل ده ليه؟ عشان يعمل الوظيفه دي. تمام؟ يبقى دي اللي هي هيستولوجي اند فيسيولوجي زي ما احنا قلنا من شويه. طيب What are we going to study؟ انت هتيجي هتدرس ايه؟ قلنا هندرس الهيومن بادي، فلازم ابقى عارف الليفلز اوف اورجانيزيشن اوف ذا هيومن بادي، يعني ترتيب جسم الانسان اللي احنا قلناه من شويه كده. احنا عندنا الهيومن بادي بيتكون من سيستمز، اجهزه، والسيستمز تتكون من اورجانز، والاورجانز تتكون من تيشوز، والتيشوز تتكون من سيلز، والسيلز بتتكون من كيميكال ستراكشر زي هي حاجه اسمها الاتومز مثلا، اللي هي الذرات والمولكيولز، الجزيئات والبروتينات والحاجات دي. يبقى احنا عندنا اصغر حاجه في الاورجانيزيشن، اورجانيزيشن يعني الترتيب او التنظيم، اصغر حاجه عندنا اللي هم ايه؟ الكيميكال ليفلز اوف اورجانيزيشن، دول اللي هم اتومز ومولكيولز، هنشوفهم دلوقتي في السلايد بعد كده، اللي هي الذرات يعني والجزيئات الصغيره خالص. الجزيئات والذرات والبروتينات الصغيره دي اللي هي الاتومز دي، اهي اتوم وكلمه مولكيول اهي. فالمولكيولز و الاتومز دي بيكونوا بعد كده بقى ايه؟ سيلز. يكونوا ايه؟ سيل. يبقى الخليه اصلا عباره عن اتومز ومولكيولز، اللي هي يعني الذرات والجزيئات. وبعد كده الخلايا مع بعض تكون لي تيشوز زي ما قلنا، وبعد كده تكون لي ايه؟ اورجانز، وبعد كده تكون لي سيستمز، وبعد كده البادي از هول يعني جسم كامل. تمام؟ طيب دي احنا عرفناها وفهمناها من شويه، اللي هو ترتيب الجسم بيكون ازاي. طيب هنبدأ يتكلم عن حاجة حاجة منهم، حاجة حاجة. أول حاجة اللي هي الكيميكال ليفلز اوف اورجانيزيشن اللي احنا قلناها من شوية، اللي هي الأتومز الذرات والمولكيولز الجزيئات الصغيرة، زي ما احنا شايفين كده في الصورة. أتومز مع بعض تكون لي مولكيولز، والمولكيولز مع بعض هتبدأ تكون لي إيه؟ سيلز. تو أندرستاند بيفهمك هنا بس عشان تفهم الفيزيكال بيزيس فور لايف، الحياة الفيزيائية بتاعة الحياة، وإزاي الجزيئات بتتفاعل مع بعض وكده. إيه تفهم بعد كده إن هما بيكونوا سيلز، والسيلز تيشوز، والأورجانز والسيستم نفس الكلام، كل دول تحت الميكروسكوب. مش مهم التفاصيل دي قوي، إحنا فهمنا بس يعني إيه كيميكال ليفلز أوف أورجانيزيشن اللي هما الأتومز والمولكيولز. بعد كده هيكونوا لي مين؟ السيلز. والسيلز تعتبر هي السمولست ليفينج يونت أوف ذا ستراكشر أند فانكشن، يعني أصغر وحدة حية
موجودة في الجسم هي مين؟ الخلايا، أصغر وحدات حية، ويعتبر هي the structural unit of the human body and the functional unit of the human body، يعني الوحدة الأساسية لتركيب جسم الإنسان هي الخلايا. زي كده المبنى يا جماعة، المبنى عندنا بيكون من إيه؟ طوبة جنب طوبة جنب طوبة جنب طوبة، كونوا المبنى. يبقى الهيومن بادي ده من الوحدة الأساسية لتركيبه هي الخلية، خلية جنب خلية جنب خلية هتكون لي الهيومن بادي، تمام؟ they are very complex، بيقول لك إن هي تركيب الخلايا دي بيكون حاجة معقدة جدا يعني. طيب بعد كده التيشوز، الأنسجة. تيشو يعني إيه؟ يعني ميني سيلز، مجموعات من الخلايا held together، مرتبطين ببعض، لازقين في بعض، by glue like interstitial substance، بمواد لاصقة، مواد substance، مواد كأنها بتلزق الخلايا في بعض، glue like يعني تشبه الصمغ، يعني كأنها المواد دي كأنها مواد لاصقة تلزق الخلايا في بعض. كلمة interstitial يا جماعة يعني ما بين الخلايا، يبقى دي مواد ما بين الخلايا لاصقة، لاصقة تشبه الصمغ، تمام؟ يبقى خلايا جنب بعض مرتبطين لازقين في بعض ليه؟ to act together، بيشتغلوا مع بعض to perform a common function، عشان يؤدوا وظيفة معينة. يبقى أنا خلية وغيري خلية، خلية خلية، كلنا جنب بعض لازقين في بعض كده، يسمونا تشو، يسمونا إيه؟ نسيج. الخلايا دي سموهم نسيج عشان هم لازقين في بعض قوي عشان يؤدوا وظيفة معينة. عندنا بقى الانسجه حاجه اسمها ابيثيليال تيشو، حاجه اسمها كونكتيف تيشو، حاجه اسمها ماسكولار تيشو، نيرفوس تيشو، وكل تيشو من ده هناخده في المنهج ان شاء الله ونعرف مواصفاته كويس ونفرق ما بين الانسجه دي وبعض ازاي، تمام؟ طيب الانسجه دي بتتشاف تفاصيلها مايكروسكوبيك او بتلاحظها من بره كده ماكروسكوبيك، ممكن ماكروسكوبيك يعني بالعين من غير استخدام المايكروسكوب، ماكرو يعني كبيره، يعني هي كان فيها تفاصيلها كبيرة كده تقدر تتشاف بالعين، ودي بتبقى حاجات قليلة قوي يعني، لكن الأكتر مايكروسكوبيك يعني باستخدام المايكروسكوب، تمام؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه الكيميكال ليفلز، فهمنا ايه السيلز، فهمنا التيشوز. بعد كده هنتكلم عن الأورجنز. الأورجن عبارة عن ايه؟ كل أورجن، كل عضو عبارة عن مجموعة مختلفة من الأنسجة، several different kinds يعني أنواع مختلفة من التيشوز that act together، التيشوز دي بتشتغل مع بعض to perform a special function، وظيفة معينة. الأورجان دي زي البرين مثلا، المخ، زي الهارت، زي الاستومك، وطبعا الأورجانز بتبقى ماكروسكوبيك يعني بتتشاف بالعين زي ما قلنا كده، الأورجان تفتح جسم إنسان وتشوف الأورجان. طيب نروح بعد كده لسيستمز، سيستمز يعني أجهزة، كل جهاز زي الجهاز العظمي الهضمي مثلا عبارة عن organs، مجموعة من الأورجان، ميني أورجانز arranged، اترتبت جنب بعض كده to work together، عشان تشتغل مع بعض to perform complex functions for the body، عشان تؤدي وظائف معقدة زي وظيفة الهضم مثلا، وظيفة التنفس وهكذا. آخر حاجة البادي از اول، جسم كاملا بقى، هو عبارة عن إيه؟ all the atoms و molecules و cells و tissues و organs and systems that you will study in the subsequent 2 years، يعني كل اللي أنت هتدرسه في أول سنتين اللي جايين دول هيكونوا الجسم كامل. كل بقى اللي أنت هتدرسهم كأتومز، كمولكيولز، كخلايا، كأنسجة، كأعضاء، كأجهزة، هتدرسهم كلهم، كل دول بيكونوا جسم الإنسان، تمام؟ طيب نروح بعد كده نتكلم بقى عن موضوع المحاضرة أصلاً اللي هي المايكرو تكنيكس، يعني إزاي آخد عينة من جسم الإنسان عشان أفحصها تحت الميكروسكوب باستخدام كذا طريقة. بس الأول لازم نبقى فاهمين إن إحنا هنقطع العينة دي وبعد كده هنصبغها، تمام؟ طب تعالى نقرأ. They are المايكرو تكنيك، they are the different method، طرق مختلفة used to، استخدمت الطرق دي هنستخدمها to prepare، عشان نجهز histological sections، مقاطع من العينة. فاكرين لما قلنا كأننا جبنا قطعة جبنة كبيرة كده، دي العينة، وهنقطعها شرايح سلايسز كده، او بنقول عليها بقى هنا ايه، سيكشنز او سلايد،
فور مايكروسكوبيك اكزامينيشن، احنا بنقطع عليه عشان نفحصها اكزامينيشن، هنفحصها تحت مين؟ المايكروسكوب. يبقى they are different methods، طرق مختلفة. used to، تستخدم to prepare، عشان تجهز histological sections، شرايح من العينة، for microscopic examination، عشان تفحصها تحت المايكروسكوب. الطرق دي بقى عبارة عن ايه؟ او اصلا في الاساس لازم نعمل ايه؟ لازم الاول نقطع زي ما قلنا، وبعد كده نصبغ. نقطع يا بريبيرنج، نحضر thin section، لازم نجهز او نحضر شرايح رفيعة من العينة. يعني ما ينفعش اخد العينة زي ما هي كده اهو اروح اصبغها ستيننج، يعني الصبغة، ما ينفعش اخد العينة زي ما هي اروح اصبغها، لازم الاول اقطعها تبقى حتت رفيعة جدا، وبعد كده ستيننج اروح ايه اصبغها. طب التقطيع بقى، التقطيع هيبقى بكام طريقة؟ بطريقتين، يا اما طريقة اسمها بارافين تكنيك، يا اما طريقة اسمها فريزنج تكنيك. يبقى احنا عندنا للتقطيع طريقتين، لازم نقطع الاول، عندنا للتقطيع طريقتين، يا اما بارافين تكنيك يا اما فريزنج تكنيك. فريزنج يعني تجميد، يعني اخد العينه زي ما هي كده احطها في الفريزر، فريزر معين يعني، مش الفريزر العادي بتاع البيت طبعا، تتحط فيه عشان تجمد، ولما تجمد بتتقطع بجهاز معين كده، يبقى انا كده قطعتها لثين سيكشنز. يبقى الفريزنج تكنيك دي سهله قوي، مور رابد، سريعه جدا او اسرع، وكمان تيكس فيو مينتس، يعني بتخلص في دقائق قليله، لان انت مجرد حطيتها في فريزر على طول جمدت في دقائق هتتقطع، شكرا انتهى خلصنا منها. لكن البارافين تكنيك هي دي الموست كومن، الاكثر انتشارا هي الطريقه دي، لان هي الادق، لان هي ايه الادق، لكن هي بتاخد وقت اطول، بتاخد من يوم ليومين في التحضير، وهنفهم ليه. تمام، بارافين دي بالمناسبة يعني واكس، واكس يعني الشمع، W A X، يعني مادة شمع كده، كأنها شمع سايح كده. تمام، هنفهم مع بعض دلوقتي. يبقى احنا في الأول عايزين نقطع العينة لشرايح رفيعة، وبعد كده نصبغ الشرايح الرفيعة دي. تمام، وهنقطع ازاي؟ يا إما طريقة اسمها البارافين، يا إما إيه الفريز، افتكر يا إما بارافين يا إما فريزنج. طيب بيحكي لك هنا الاول بس كده، يعني ايه تيشو سامبلينج؟ يعني بتاخد عينه نسيج، سامبلينج يعني عينه، سمول تيشو سامبلينج يعني بتاخد عينه صغيره زي ما انت شايف كده في الصوره، از اوبتيند باي بايوبسي. بايوبسي يعني ايه؟ يعني بنفتح كده زي ما احنا شايفين كده، وبناخد العينه. العينه دي يا اما بتكون حاجه اسمها diagnostic sampling، يعني للتشخيص، باخد عينه عشان اشخص، عشان افحصها، وبناء على اشخص البيشنت ده عنده يا ايه. والعينه دي يا اما اسمها needle biopsy، او حاجه اسمها endoscopic biopsy. endoscopic يعني باستخدام المنظار، طبعا نسمع عن المنظار، وبيدخل المنظار ده ياخد عينه من الانسجه، لكن needle biopsy دي زي ما انتم شايفين كده، مجرد ان هو بيفتح بس كده وبياخدها، بيمسكها بنيدل كده هولدر كده ويطلعها من البيشنت المريض. تمام، فدي بنسميها بايوبسي. يبقى انا لو خدت عينه، لو خدت عينه من شخص لسه حي عشان اشخصه، بسميها بايوبسي. بسميها ايه؟ بايوبسي. وهي نوعين، يا اما نيدل يا اما اندوسكوب. اهي يا اما نيدل بايوبسي يا اما اندوسكوبك بايوبسي. في بعض الاورجنز، طبعا مش مهم التفاصيل دي قوي يعني، بس تبقى فاهم ان في بعض الاورجنز عشان ناخد منها عينه بيبقى باستخدام المنظار، لكن في اورجنز تانية كتير باخدها بالنيدل بايوبسي عادي. طيب لو خدت بقى عينه بوست مورتم، بوست مورتم يعني بعد الوفاه، يعني دلوقتي في جثه وانا باخد منها عينه، دي هنا ما بسميهاش بايوبسي، دي هنا بسميها بوست مورتم ديسكشن. يبقى انا عشان اخد سامبل من الانسجه، يا اما بايوبسي دي لو شخص لسه حي، يا اما بوست مورتم يعني جثه. ودي في حالات ايه؟ الانيمالز اللي هم اكسبيرمنتال انيمالز، اللي هي حيوانات التجارب بقى في الابحاث وكده، اللي هو عشان يموت اديله دواء معين ويموت، وبعد كده اخد عينه منه عشان اشوف تاثير الدواء ده على الانسجه حصل ايه وايه وايه. تمام؟ طيب
احنا اتفقنا من شويه ان احنا عشان نقطع عندنا طريقه اسمها بارافين وعندنا طريقه اسمها ايه فريزنج، طريقه اسمها بارافين وطريقه اسمها بريزنج. البارافين تكنيك هي ماده شبه الشمع كده، ماده شبه ايه الشمع. بيحكي لك الاول ايه الخطوات. اول حاجه سامبلينج، سامبلينج يعني الحصول على عينه في الاول خالص. انت هتجيب عينه، سيلكشن اوف ا سمول سامبل اوف ذا تيشو، جبت عينه صغيره من النسيج، ماشي اهو اول حاجه. وبعدين تاني حاجه بقى، ما تسيبهاش كده العينه كده متسابه كده في الشارع، ما ينفعش. ده لازم تحطها في ماده، الماده دي تعمل حاجه اسمها فيكسيشن. يبقى تاني خطوه عندنا اسمها فيكسيشن. فيكسيشن يعني بستخدم فيكستيف ايجنت. فيكستيف يعني ماده مثبته، اشهرهم اللي هي الفورمال دهايد اللي احنا بنقول عليها فورمالين. يبقى بنحط العينه في ماده الفورمال دهايد، تمام. وده سؤال مهم يجي يقول لك ايه الفيكسيتيف ايجنت اللي انت تعرفه، الماده المثبته اللي انت تعرفها زي مين؟ الفورمال دهايد اللي هي الفورمالين. بتعمل ايه بقى؟ which cross links بروتين. يعني ايه cross links بروتين دي؟ يعني prevent، تمنع الاوتولايسيس، تمنع التحلل بتاع العينه. لان انت لو جبت عينه ورميتها كده على الترابيزه شويه كده وهتتحلل مع نفسها. فالفيكسيتيف دي الماده دي اللي انت بتحط فيها العينه بتمنع التحلل ده. ومش بس كده، ده كمان بتقتل البكتيريا اللي موجوده في العينه، وبالتالي بتمنع البيوتريفاكشن، تمنع التعفن. لان اي عينه اي نسيج هو فيه بكتيريا، فلو اتساب كده البكتيريا دي هتعمل تعفن. يبقى احنا عندنا دلوقتي الماده اللي هي الفيكسيتيف بنستخدمها عشان حاجتين، عشان حاجتين كروس لينكس بروتين، يعني تربط البروتينات ببعض اللي موجوده في الانسجه وبالتالي تمنع تحلل النسيج، وكمان تقتل البكتيريا اللي موجوده في الانسجه فتمنع ايه التعفن. طيب احنا حطيناه اهو جوه الفورمال دايت. بعدين نبدا نعمل مرحله اسمها دي هايدريشن. دي هايدريشن يعني سحب الميه من العينه، لان العينه دي جايه من جسم الانسان فيها سوائل اكيد، ما هو جسم الانسان مليان سوائل، اذا لازم نسحب السوائل دي من العينه. يبقى نعمل دي هايدريشن، بس ما ينفعش اسحب السوائل مره واحده، لازم اسحبها بالتدريج عشان ما يحصلش انكماش للعينه كلها وتبوظ. فبنحط العينة في الكحول، نحطها في ايه؟ الكحول. يبقى شلناها من الفيكسيتيف ايجن اللي هو الفورمالين، حطيناها في الكحول، بس ما ينفعش احطها مرة واحدة في الكحول تركيزه 100%، لا، انا احطها الأول في ascending grades of alcohol، يعني الكحول تركيزه تصاعدي، يعني الأول أحطها في الكحول تركيزه 50%، ثم 70%، ثم 80%، وهكذا لغاية لما اوصل ل 100%. لان قلت لك لو حطيناها على طول مره واحده في الكحول تركيزه 100%، معنى كده انه هيشفط الميه كلها مره واحده من العينه فتبوظ، تمام. يبقى دي جمله مهمه. طيب عملنا اهو دي هايدريشن على خطوات، اهو الكحول 70، الكحول 90، اسحل 100، وهكذا. طب بعدين نبدا نعمل حاجه اسمها كليرنج. كليرنج يعني بناخد العينة نحطها في مادة اسمها زيلول. اسمها ايه؟ زيلول، اكس واي ال او ال، تمام. او مادة اسمها زيلين، ال اي ان، هي نفس الفكرة. المادة دي كأنها بتعمل كلينج. كلينج يعني نظافة، كأنها بتنظف العينة، وبتبقى كده وتقدر تستقبل مادة البرافين بقى، تبدأ تستقبل مادة ايه؟ البرافين. لأن احنا بعد كده هنروح نحط العينة بقى في الواكس. يعني كلمة انفلتريشن اللي احنا نحطها أصلاً الأول، كلمة انفلتريشن دي نغرزها في البرافين، وبعد كده نحطها كأنها في قالب بقى، كأن صينية بتاعة الكيك كده. ناخد بقى البرافين اللي هو الواكس الشمع السايح ده، الشمع السايح، حطينا فيه العينة، وناخد الحاجات دي كلها نحطها في ايه؟ في صينية كده. فدي معنى كلمة embedding، embedding of the tissue into paraffin wax block، wax block كأنها صينية كده، تمام. حطيت فيها الشمع السايح ده ومعاها العينة. طيب خلي بالك من الخطوات، مهمة جدا. طيب بعد كده طبعا بندخلها بقى الفرن في درجة حرارة معينة، وبعد كده بنطلعها. بتبقى سهلة بقى ان احنا نعمل لها ايه؟ كاتنج. تبدأ تتقطع، لان هي بقت عاملة شبه الكيكة كده. انت طلعتها بقى وشلتها من الصينية، بقت عاملة شبه الكيكة.
فتقدر سهل جدا ان انت تعمل لها ايه، كاتنج يعني تقطعها لشرايح ايه، ثين يعني شرايح رفيعه، سمك الشريحه كانك كده بتقطع لانشون كده في السوبر ماركت، سمكها الثيكنس بتاعها بيكون من 5 ل 10 مايكرون، العلامه دي يعني مايكرون وهنشرحها لكم كمان شويه. المهم سمكها من 5 ل 10 مايكرون، ونقول على كل شريحه بقى اسمها سيكشن، فانا كده بطلع سيكشن يعني جبت قلب الكيك كده وعمال ايه اقطعه حتت حتت حتت، بسميها ايه سيكشنز. تمام، الجهاز اللي بنستخدمه بيقطع اسمه مايكرو توم، اللي هو في الصوره ده اسمه مايكرو توم، اهو البلوك بيتحط هنا اهو اللي هي الكيكه اللي فيها العينه، وتبدا تطلع لي بقى ايه سلايسز كده، شرايح 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 شرايح، بقوم اخدها بقى شريحه كل شريحه منهم واروح احطها اهو، اهو مكتوب اهو تيشو سيكشن، احطها على جلاس سلايد، احطها على شريحه ازاز كده، حطيت عليها اهو السكشن اللي فيه العينه. تمام كده، دي معناها ان انا بعمل مرحله اسمها ماونتنج. ماونتنج يعني اروح احط الواكس سكشن دي احطها اونتو جلاس سلايد، بحطها على شريحه زجاجيه. بعد كده هنروح نعمل ايه بقى، ستيننج. احنا كده قطعنا وبقينا جاهزين للسبق، ستيننج اوف ذا سكشن، اروح اصبغها، اروح احط الشريحه الازاز دي كلها اللي عليها خلاص لازق عليها السكشن، اروح اغرزها في السبر اللي هناخدهم كمان شوي. تمام، يبقى احنا كده عرفنا خطوات ده مهم قوي الكلام ده، خطوات البرافين تكنيك. تمام، طيب هنروح بقى نعمل ايه دلوقتي، ستيننج. طيب ستيننج يعني الصبغ. طيب عندنا الصبغات كتير في علم الهيستولوجي، لكن هما اتنين الاساسيين، هيماتوكسلين والتانية اسمها ايوسين، واختصارهم اتش اند اي. يبقى الصبغتين اسمهم هيماتوكسلين اند ايوسين، دي اشهر صبغتين موجودين عندنا. صبغة الهيماتوكسين اهو زي ما انتم شايفين حتى مكتوبة باللون الازرق او اللون اللي هو البنفسجي كده الغامق، لكن الايوسين باللون الاحمر او البينج، ده معناه ان دي صبغه هيطلع صبغه لونها ازرق او بنفسجي غامق، لكن الايوسين دي صبغه لونها احمر. طيب احنا اتفقنا ان احنا هناخد الشريحه الازاز اللي عليها العينه ونروح نحطها، هنحطها الاول في الهيماتوكسين وبعدين نشيلها ونغسل الشريحه الازاز دي، وبعد كده نرجع نحطها فين، في الايوسين. هنفهم ليه دلوقتي، هنفهم ليه؟ لأن في الأول أنا هروح أحط العينة دي، العينة دي عبارة عن حتة من النسيج، والنسيج ده عبارة عن خلايا كتير، والخلايا دي عبارة عن مكونات هندرسها في المنهج، الخلايا دي جواها إيه؟ جواها نواة نيوكليس، وجواها رايبوزومز، وجواها حاجة اسمها جولجي، وراف إندوبلازميك ريتيكولا، وميتوكوندريا، وحاجات كتير كده. أو هل كل الحاجات الكتير دي يا جماعة تركيبها الكيميائي زي بعض؟ لأ. يعني في حاجات داخل الخلايا والانسجه بتكون تركيبها بيزك يعني قاعدي او قلوي، وفي حاجات بتكون اسيدك يعني حمضي. طيب عرفنا كده ان في حاجات داخل الخلايا هتكون بيزك وفي حاجات هتكون اسيدك. طيب هنا بقى لقينا ان الصبغه بتاعت الهيماتوكسين دي اصلا صبغه بيزك، الصبغه دي اصلا ايه بيزك قاعديه، يعني نقول عليها بوزيتيفلي تشارج كانها موجبه. طب لما تكون الصبغه اصلا بيزك يبقى مين اللي هيتلون بالصبغه دي، انا حطيت العينه كلها في الصبغه والصبغه اصلا بيزك، مين اللي هيتفاعل مع الصبغه ويتلون باللون بتاعها؟ اكيد الحاجات اللي هم اسيدك، الحاجات الحمضيه، لان السالب بيروح للموجب، فلما الصبغه دي اصلا موجب يبقى اكيد الحاجات اللي هتتفاعل معاها وتاخد اللون بتاعها هي الحاجات السالبه اللي هي نقول عليها اسيدك ستراكشر. يبقى ات الصبغه دي هتصبغ مين، هتصبغ الحاجات اللي هم اسيدك ستراكشر. خلي بالك هنا مكتوب كلمه اسمها بيزوفيليك ستراكشر، ونفهم من كده ان كلمه اسيدك ستراكشر لو كتبنا اهو اسيدك ستراكشر هي بيزوفيليك. تعال نفهم يعني كلمة فيليك يا جماعة لوحدها، فيليك ده لوحدها يعني محب، بيزوفيليك على بعضها بقى يعني الحاجات المحبة للبيز. طب لما تكون حاجات محبة للبيز معنى كده ان هي اصلا اسيدك، يبقى تاني لما تكون حاجات محبة للبيز يعني محبة للموجب يبقى هي اصلا سالب اسيدك،
يبقى كلمة اسيدك ستراكشر هي بيزوفيليك ستراكشر، تمام؟ يبقى تاني بقول ان البيزك ستين الصبغة البيزك بتصبغ لمين؟ تصبغ للبيزوفيليك ستراكشر، تصبغ لمين؟ البيزوفيليك ستراكشر، تمام؟ او اقول تصبغ لي الاسيدك ستراكشر، او اقول تصبغ لي الاسيدك ستراكشر. طيب طبعا الاسيدك ستراكشر دي بتكون نيجاتيفلي تشارجد يعني سالبه. طيب زي مين بقى داخل الخلايا بقى او داخل الانسجه؟ ايه هم الحاجات الاسيدك ستراكشر؟ حاجات كتير، منهم بقى الدي ان ايه والار ان ايه اللي هم النواه يعني النيوكليس، منهم الرايبوزومز، منهم حاجه اسمها راف اندوبلازميك ريتيكولم، منهم حاجه الماتريكس بتاع الكارتج السائل الموجود في الغضاريف كده يعني. يبقى الحاجات دي كلها امثله ان الحاجات اسيدك ستراكشرز او بيزوفيليك ستراكشر، فبتتصبغ بالصبغه البيزك دي ويطلع لونها ازرق. يبقى الحاجات دي كلها اللي هي اسيدك يطلع لونها ازرق او بنفسجي غامق، فاقول عليها بيزوفيليك ستراكشر. العكس هنا بقى، انا طلعت الشريحه خلاص في حاجات خدت اللون الازرق وفي حاجات ما خدتش اللون. ليه ما خدتش اللون؟ عشان الحاجات اللي ما خدتش اللون دي هي حاجات بيزك، فما ينفعش تتصبغ بالصبغه البيزك، مش احنا اتفقنا دي صبغه بيزك، فما ينفعش تتصبغ بالصبغه البيزك، فعشان كده ما خدتش اللون الازرق. فنشيل الشريحه ونغسلها بالميه ونرجع نحطها في الايوسين، ودي صبغه حمراء بقى. الصبغه دي اسيدك حمضيه يعني نيجاتيفلي تشارج، يبقى ات ستينز هتصبغ لي مين؟ هتصبغ لي بقى الحاجات اللي هي بيزك، والحاجات اللي هي بيزك دي نقول عليها اسيدوفيليك ستراكشرز. يبقى اليوسين هيصبغ الاسيدوفيليك ستراكشر. زي ايه الاسيدوفيليك ستراكشر دول؟ زي مثلا حاجه اسمها الممبرين كومبوننتس، مكونات الممبرين، الغشاء اللي موجود في الميتوكوندريا مثلا، وحاجه اسمها سموث اندوبلازميك ريتيكولم اس اي ار. الحاجات دي الاغشيه بتاعتها بتكون عباره عن بيزك اصلا، فبالتالي تتصبغ بالصبغه الاسيدك. كمان سيتوبلازميك فيلامنتس، الياف كده موجوده في السيتوبلازم السائل اللي داخل الخلايا. كمان سكريتوري جرانيولز، حبيبات كده موجوده داخل الخلايا، الخلايا بتفرزها، الحبيبات دي بيزك. يبقى اذا الثلاث حاجات دول امثله لحاجات بيزك، وطالما حاجات بيزك يبقى ينفع نقول عليها اسيد وفيلك، يعني محبين للاسيد، يعني بيتصبغوا بالصبغه الاسيدك اللي هي الايوسين. فهمنا موضوع الصبغات ده مهم جدا، نقدر نرجع نسمعه تاني، تمام؟ طيب هل في حاجات داخل بقى الخلايا او الانسجه ما بتتصبغش لا بالهيماتوكسين ولا باليوسين؟ ايوه، في حاجات ما بتتصبغش بالهيماتوكسين ولا تتصبغ باليوسين، يعني نقدر نقول عليها لا هي بيزك ولا هي اسيدك، كانها متعادله. فاذا او تركيبها الكيميائي يعني مختلف يعني. فاذا العلماء بداوا يكتشفوا صبغات خاصه للحاجات دي. يعني ايه؟ تعالى نقرا مع بعض. يعني مثلا الفات اللي هو الليبيدز اللي هي الدهون، اكتشف ان الدهون لا بتاخد الصبغه الهيماتوكسين ولا الصبغه الايوسين، فبتكتشفوا لها صبغه اسمها سودان 3، الصبغه اسمها كده سودان 3، وساعتها تصبغ الفاتس باللون الاورنج، او صبغه تانية اسمها سودان بلاك، وساعتها تصبغ الفات بالبلاك كولر، وكمان صبغه ثالثه اسمها اوزميك اسيد برضه بتصبغ الفاتس باللون الاسود. يبقى اكتشفوا للفاتس ثلاث صبغات، سودان 3 يدي الليبيدز او الفاتس لون اورنج، او سودان بلاك او اوزميك اسيد، ودول يدوا لون اسود للليبيدز او الفاتس. طيب عندك صبغه اسمها ازانستين دي صبغه مركبه، اكتشفوا ان هي بتصبغ النيوكلياي باللون الاحمر، وبتصبغ الكولاجين ماده الكولاجين باللون الازرق. يبقى دي صبغه مركبه كده وليها تفاصيل معقده واستخدامات في اوقات معينه. المهم اكتشفوا انها تصبغ النيوكليا باللون الاحمر والكولاجين باللون الازرق. طيب مثلا الكربوهيدرات النشويات اللي هي موجوده داخل الخلايا، اكتشفوا لها صبغه اسمها البي اس، اسمها البي اس، بي اس دي اختصار كلمه اسمها بيريودك اسيد شيفتس، بس مش مهم يعني، المهم انت تعرف بي اس ده اسم الصبغه. الكربوهيدرات اللي هي مثال للكربوهيدرات دي الجلايكوجين، ماده الجلايكوجين دي من الكربوهيدرات يعني، بتتصبغ بالصبغه اللي اسمها بي اس دي ويطلع لونها ماجنتا. ماجنتا دي يعني لون ايه؟ بيربل كده بنفسجي فاتح.
الصبغة اللي بعد كده اسمها سيلفر. سيلفر ده اسم الصبغة، والصبغة السيلفر دي اكتشفوا انها بتصبغ ايه؟ بتصبغ لي حاجة اسمها ريتيكولار فايبرز، الالياف المتشابكة اللي بتبقى داخل الاعضاء، اللي بتعمل سبورت كده وحماية للاورجن. الالياف دي بيقول عليها ريتيكولار فايبرز، وبتظهر باللون الاسود بالصبغة اللي اسمها سيلفر، يبقى ده اسم الصبغة، ويطلع لون الريتيكولار فايبرز بلاك. تمام. طيب نيجي لاخر حاجتين، حاجه اسمها هيستو كيميكال ستيننج. يعني ايه كلمه هيستو كيميكال ستيننج؟ يعني بحط مواد كيميائيه معينه، بحط فيها العينه عشان تصبغ لي او تظهر لي بس مين؟ الانزيمات اللي موجوده في العينه او في الانسجه. يبقى هيستو كيميكال دي طريقه كيميائيه ان انا بحط العينه في مواد كيميائيه عشان تطلع لي مين بس او تظهر لي مين بس؟ الانزيمات، لو انا عايز افحص الانزيمات بس. طيب في طريقه اسمها اميونو هيستو كيميكال ستيننج، مش هيستو كيميكال بس بقى، لا اميونو هيستو كيميكال. اميونو هيستو كيميكال يعني ايه؟ يعني استخدم حاجه اسمها انتي بوديز، اجسام مضاده. اجسام مضاده، احط العينه مع الاجسام المضاده دي، بس انا عارف كل انتي بودي، كل جسم مضاد، انا عارف ان الجسم المضاد ده هيتفاعل مع انتيجنز معينه او بروتينات معينه داخل النسيج، فيلونها ويديها لون ويظهرها. فلو الانتيجن دي خدت اللون وظهرت، يبقى انا عرفت ان هي موجوده. لو ما تلونتش وما ظهرتش، يبقى هي مش موجوده في العينه، اللي هي الانتيجنز او البروتينات دي. يبقى اميون هيستو كيميكال دي بتعتمد على بيزد اون، تعتمد على حاجه اسمها انتيجين انتي بودي رياكشن، تفاعل ما بين الانتيجنز او البروتينات اللي موجوده في العينه مع انتي بوديز انا بحطها في المعمل عشان اشوف يظهر لي الانتيجنز دي موجوده ولا لا. انا ببقى عايز اعرف الانتيجنز دي موجوده ولا لا في العينه، او كميتها قد ايه، فحط لها انتي بوديز. تمام. يبقى دي بنسميها اميون هيستو كيميكال رياكشن. طيب يبقى دول اذر سبيشالستين، صبغات خاصه وطرق خاصه. طيب نيجي بقى للتكنيك الثانيه اللي هي اسمها فريزنج تكنيك. امال اللي فات دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها بارافين تكنيك، انما دي فريزنج تكنيك، اللي هي كنا بنقول سمول تيشو سامبل، العينه الصغيره كان بي فروزن، اجمدها على طول، ولا بقى اعمل طريقه البارافين ولا الكلام ده خالص، ده انا اجمدها على طول ان ليكويد نيتروجين مثلا او كربون دايوكسيد سنو، يعني بجمدها بطرق يعني معينه ان انا احطها في ليكويد نيتروجين او احطها في كربون دايوكسيد، المهم هتجمد. وبعد ما تجمد اعمل اقطعها سيكشنز بقى بجهاز اسمه كرايوستات، جهاز اسمه ايه؟ كرايوستات. وبعد كده اروح ايه اصبغها بنفس الطرق اللي احنا قلناها. الكلام ده هيحصل within few minutes، في خلال دقائق، عكس البرفين. البرفين دي بتاخد من يوم ليومين، لان انت بتعمل خطوات كتير. لو تفتكر الخطوات، احنا بناخد العينه ونروح نحطها في فيكسيشن، والفيكسيشن نروح نحط نعمل دي هايدريشن، وهكذا وهكذا، كانت خطوات كتيره. تمام. لكن هنا مجرد ان انا اروح اجمدها، وبعد ما اجمدها اقطعها واروح اصبغها على طول. طب امتى بقى انا احتاج استخدم الفريزنج تكنيك؟ رغم ان البارافين هي الادق، الموست كومون او المور اكيوريت، الادق والاكثر انتشارا، امال امتى استخدم الفريزنج؟ لو انا عايز رابيد دايجنوز، تشخيص سريع، يعني اثناء العمليات الجراحيه ديورنج سيرجيكال اوبريشن، الجراح فاتح البيشنت ولقى مثلا النسيج شكله غريب او حاجه شكلها غريبه، هيبقى عايز على طول ان هو في خلال دقائق يعرف ايه النسيج ده، او عباره عن ايه، او قبل ما العيان يفوق من التخدير، عشان يلحق يعرف فيه ايه ويلحق يتعامل معاه ويقفل كويس شغله. يبقى ده رابيد دايجنوز، استخداماتها اثناء التشخيص السريع. كمان بستخدم الفريزنج تكنيك لو انا هستخدم الطريقه اللي اسمها هيستو كيمستري، اللي احنا لسه قايلينها. هيستو كيمستري دي اللي هي عشان افحص ايه؟ الانزيمات والفاتس. انزيمات والفات. يبقى انا لو عايز افحص انزيمات او افحص فات، لازم استخدم الفريزنج تكنيك، ما ينفعش استخدم البارافين. ليه؟ ودي جمله مهمه قوي. يبقى البارافين تكنيك از نوت سيوتابل، غير مناسب فور ديتكتنج انزيمز اور فات. ما ينفعش. ليه؟ لان لو تفتكروا في البارافين كنا بنقول ان احنا في الاخر هنحطها في فرن ودرجه حراره عاليه وكده، فالانزيمات والفاتس الدهون اللي داخل العينه هتبوظ،
وبالتالي مش هعرف افحصها. يبقى ده سؤال مهم، لو انا هفحص انزيمات او هفحص فاتس دهون، فاتي تيشو، انسجه دهنيه او ليبيدز، يعني كل ده نفس المعنى، هل ينفع ان انا اقطع باستخدام طريقه البارافين؟ ما ينفعش، ما ينفعش، لازم باستخدام مين؟ الفريز. تمام. طيب بيديك هنا امثله لبعض الانزيمات اللي بفحصها بالطريقه دي اللي هي اسمها فريزنج تكنيك. انزيمات اسمها فوسفاتيزز، دي بتكون موجوده في اللايزوزومز، اللايزوزومز دي هنبقى نتكلم عنها، دي موجوده داخل الخلايا. انزيمات اسمها دي هيدروجينيزز، دي موجوده في الميتوكوندريا داخل الخلايا. انزيمات اسمها بيروكسيديزز، دي موجوده في البيروكسيزومز داخل الخلايا. يبقى الحاجات دي يا جماعه حاجات داخل الخلايا، البيروكسيزومز والميتوكوندريا واللايزوزومز، والحاجات دي جواها انزيمات. لو انا عايز اشوف الانزيمات دي بقى بشوفها بطريقه الفريزنج ايه؟ تكنيك، عشان اعرف اقطع واحافظ ان الانزيمات تفضل سليمه، واعمل بقى هيستوكيمستري اللي احنا قلنا لكم، بحط عليها مواد كيميائيه تظهر لي الانزيمات دي. تمام؟ ببقى عايز اعرف الانزيمات دي بقى موجوده ولا لا، عشان اعرف الخلايا اكتيف ولا لا، نشيطه ولا لا. طيب ايه بقى طريقه الاميون هيستوكيمستري اللي احنا قلناها من شويه، شرحتها لكم برضو، اميون هيستوكيمستري. انا بجيب انتي بوديز، اجسام مضاده، ار يوزد تو ايدنتيفاي، بتستخدم للتعرف على اند لوكالايز، اعرف اماكن، يعني مش بس اعرف ان البروتينات موجوده، لو اعرف مكانها كمان. مين سبيسيفيك بروتينز، بروتينات معينه. يبقى انتي بوديز بستخدمها عشان اتعرف على ان في بروتينات معينه موجوده ولا لا. طبعا كل نوع بروتين في العينه بيبقى ليه انتي بودي خاص بيه، فلو انا عايز اعرف بروتين معين مثلا بستخدم انتي بودي معين واشوف هيظهر البروتينات دي ولا لا موجوده في الخلايا، وكمياتها قد ايه، ومكانها فين في الخلايا. اهو كأن ده شكل الانتي بودي يا جماعه، تركيبه الكيميائي، وبيروح يمسك في البروتين اهو، فيعمل حاجة اسمها انجين انتي بودي رياكشن، فيظهر لون للبروتين ده وياخد لون زي ما انتم شايفين كده. استخدامات، امتى بستخدم الاميون هيستوكيمست؟ تو ديمونستريت، عشان افحص ديفرنت سيتوبلازميك كومبوننتس وافرق ما بينهم. مكونات كتيرة موجودة داخل السيتوبلازم بتاع الخلايا، بروتينات كتيرة مختلفة، حاجة اسمها اكتين، حاجة اسمها انترميديت فيلامنتس، حاجة اسمها مايكرو تيوبيولز، انابيب رفيعة كده داخل الخلايا، بعض الانزيمات، بعض ال سيرتن انزايم سيرفيس ريسبتورز، يعني انزيمات كده بتكون موجودة على سطح الخلايا فبنسميها سيرفيس ريسبتورز، سيرفيس ريسبتورز. يبقى اول حاجة بستخدم الطريقة دي عشان اتعرف وافرق ما بين مكونات اللي موجوده داخل السيتوبلازم، بروتينات اللي موجوده داخل السيتوبلازم. طيب تاني حاجه عشان اشخص دايجنوزز اوف ديفرنت تيومرز، اورام مختلفه، زي مثلا ورم اسمه الليمفوما، انا عشان اشخصه بجيب عينه من الورم ده او من النسيج ده واحط عليها انتي بوديز معينه، انا عارف ان الانتي بوديز دي هتتفاعل مع بروتينات بتاعت تيومر، فاذا لو ظهرت البروتينات دي في العينه اذا الشخص ده عنده تيومر او ورم. تمام. كمان بتساعد في بعض التيومرز ثيرابي، بعض ثيرابي يعني علاج، بعض علاجات للتيومر زي البريست كانسر، كانسر الثدي بتساعد ليه؟ لان دايما بنقول لازم فحص دوري بالذات في السيدات، فحص دوري في البنات او السيدات، فاذا لو اكتشفنا ان في ورم لا قدر الله فده بيساعد في العلاج. ليه؟ لان كده انت اكتشفته بدري فسهل ان انت تعالج. تمام. يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه اميون هيستو كيمستري. طيب طيب هنا بقى بيعرفنا ايه ثيرابيوتيك يوزز اوف اميون هيستو كيمستري، الاستخدامات العلاجيه للاميون هيستوكيمستري. يعني انا بستخدم طريقه الاميون هيستوكيمستري زي ما قلنا عشان اعالج بعض الاورام ازاي، ان انا اتعرف ان في ورم معين وبالتالي ابدا على طول في علاجه بدري بدري. يبقى هيلب ان سام تيومر ثيرابي، بيساعد في علاج بعض الاورام زي البريست كانسرز مثلا. طيب اول حاله اللي هي بنسميها استروجين ريسبتور ان بريست كانسر،
استروجين ريسبتورز دي بروتينات بتكون موجودة في حالة لو موجودة بكثرة، يعني في حالة مين؟ البريست كانسر. يبقى اف استروجين ريسبتورز لقيناها ان هي موجودة لما استخدمنا طريقة الاميون هيستوكيمستري، ساعتها البيشنت على طول هنعرف ان المريض على طول عنده بريست كانسر او المريضة، وساعتها ويل بي تريتد، يتعالج على طول بالانتي استروجين، مضاد للاستروجين دي، تمام، عشان يخف الكانسر ده. تمام، يبقى احنا كده تعرفنا على وجود الاستروجين ريسبتورز، وبالتالي عرفنا ان في بريست كانسر، فبالتالي عالجناه بالانتي استروجين. طيب هنا برضو بروجسترون ريسبتور، بروجسترون ريسبتورز، اف ذيس ريسبتورز ار فاوند، لو لقيناها موجوده برضو عند المريض او المريضه البيشنت، يعني ساعتها هنعالجها ان احنا ندي انتي بروجسترون، مضاد لمين؟ للبروجسترون. طيب عندك برضو اتش اي ار 2 ريسبتور، ده برضو بروتين، ده برضو بيكون في حاله البريست كانسر. اف الابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور 2، هو اسمه كده ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور 2، او بيقولوا عليه اتش ار 2 ار فاوند، لو لقيناه موجود بالاميون هيستوكيمستري، ساعتها البيشنت على طول لازم يتعالج بدواء معين بيكون مضاد للريسبتور ده او البروتين ده فيخف الكانسر. يبقى احنا كده عرفنا ثلاث حاجات بنكتشف فيهم وجود البريست كانسر، وبالتالي بنبدأ العلاج. طيب يبقى كده عرفنا استخدام الاميون هيستوكيمستري. طيب هنا بقى هنبدأ نتكلم يعني اصلا بقى سيتولوجي، سيتولوجي علم دراسة الخلية، ده معناه سيتولوجي. يبقى examination of فحص isolated cells، يعني انا عايز اسحب مش عينه كامله بقى، مش نسيج كامل، لا انا عايز اسحب بس خلايا، فقط خلايا، واحط الخلايا دي في فلويد سائل كده معين او سمير، كانه خليط كده بيتحط فيه الخلايا عشان الخلايا تبدا تتكاثر وتكبر كده في الحجم فاقدر افحصها. يبقى سيتولوجي هنا بيدرس لي بس الخلايا، فقط الخلايا، لكن هيستولوجي كان بيدرس لي النسيج عموما، باخد عينه نسيج، نسيج مليان بخلايا والحاجات اللي ما بين الخلايا وكده، لكن هنا ادرس خلايا بس. استخدامات السيتولوجي في حالات الكانسرز عشان اشوف الخلايا ايه التغيرات اللي حصلت فيها، او بري كانسرز كونديشن، يعني اشوف حالات معينه لو حصل تغير في الخلايا بشكل معين يبقى ده معناه ان ده هيبقى فيه كانسر، دي بنسميها بري كانسرز، ما قبل الكانسر، مرحله ما قبل الكانسر. وكمان لو في انفكشنز اوف ذا سيل، يعني في امراض معينه، مش كانسرز لكن امراض معينه، أمراض دي اكتشفتها إزاي؟ بالتغيرات اللي حصلت في تركيب الخلايا. طب إيه هي الميثودز أوف سيتولوجيكال سامبلينج؟ إيه طرق أخد الخلايا؟ أخد يعني إن أنا آخد الخلية، إزاي آخد خلايا من جسم الإنسان؟ فعندنا طريقة اسمها إكسوفيليتد سيتولوجي، وطريقة تانية اسمها أسبيريتد سيتولوجي. إكسوفيليتد سيتولوجي يوز السيلز، بستخدم خلايا ذات آر شيد or scraped from the body surface، يعني انا خدتها كانها كحت كده، عارفين يعني ايه كحت؟ يعني كانك عملت كحت كده لسطح الجسم، تمام؟ يعني زي مثلا ايه؟ كحت، او ان انت اتنزعت، يعني ايه تم نزعها بالعربي دي؟ يعني مثلا برونكيال ابيثيليال سيلز، يعني ايه برونكيال ابيثيليال سيلز؟ خلايا في الشعب الهوائيه. طب ودي ازاي اتنزعت من الجسم؟ خرجت من الجسم ازاي؟ ذات ار كافد اب ان سبيوتم، كافد اب يعني انت كحتها، انت ساعات الشخص يبقى عنده حاجه اسمها كحه ببلغم، بلغم ده يعني سبيوتم، بلغم يعني فيه مخاط كده او ماده لزجه كده بتطلع مع الكحه، فالسبيوتم ده اللي هو المخاط ده مليان بالخلايا، مليان بالخلايا، يبقى انت كده تم نزع الخلايا. الخلايا دي انت جبتها ازاي؟ جت عن طريق ان الكحه نفسها، تمام؟ او مثلا ابيثيليال سيلز، خلايا موجوده في اليوتراين سيرفيس، عنق الرحم،
عنق الرحم، ودي بتتكشط كده او بتتشال ريموفد يعني يوزنج باستخدام بلاستيك براش، اداه معينه كده بيكحتوا بيها عنق الرحم يطلع فيها ايه خلايا موجوده في عنق الرحم. يبقى اكسوفيليتد سيلز انا خدت الخلايا عن طريق انها تم نزعها، تم نزعها يا اما كحت كده من على السيرفيسز يا اما اللي زي عنق الرحم مثلا، يا اما مثلا شد يعني طلعت ازاي؟ طلعت زي في حالة الكحة البلغم، فطلع البلغم ده اخد منه الخلايا. الطريقة التانية بقى اسمها اسبيريتد سايت، اسبيريتد يعني شفط، شفط زي الطريقة اللي انتم شايفينها دي اسمها اسبيريتد سيتولوجي او اسبيريشن سيتولوجي. في حالة التيومرز الاورام في حتة منتفخة اهي، او في حالة بادي فلويد سوائل، فانا بشفط بسرنجة معينة بشفط خلايا، مش بأي سرنجة طبعا، دي سرنجة بتشفط ايه خلايا. يوز السيلز، يبقى دي بشوف السيلز which have been aspirated اللي تم شفطها من solid organ، من organ جامد في ورم في حتة منتفخة، او زي ما قلنا كده في fluids، باستخدام fine needle and syringe معينة، سرنجة معينة. تمام، زي في حالة مثلا ان انا باخد سيلز فروم ابريست لامب، لو في مثلا ورم في الصدر ولا حاجة في الثدي باخدها بالطريقة دي. تمام، يبقى الطريقة دي اسمها اسبيريتد، لكن الطريقة التانية اسمها اكسوفيليتد زي ما انتم شايفين كده، اكسوفيليتد باستخدام حاجة زي الكوتون سوابس كده اللي هي عارفين بتاعة القطن دي اللي احنا بندخلها في المناخير دي، قصدي بندخلها في الودان، شبهها كده، بتقوم انت واخد بيها خلايا من على عنق الرحم مثلا ولا حاجه، وبتفردها على الشريحه الازاز. تمام، يبقى احنا عندنا طريقتين للسيتولوجي عشان ناخد عينه خلايا، يا اما اكسوفيليتد يا اما اسبيريتد. تمام، طيب يوزز اوف سيتولوجي، ايه هي استخدامات السيتولوجي؟ استخداماته دايجنوزز، ان انا ابدا اشخص مالجنسي، اشخص لو في اي اورام، دايجنوز اوف مالجنسي بشخص لو في اي اورام، ديتكشن اوف برونكيال كارسينوم مثال اي جي يعني مثال يعني، فهنا بيقول لك ان المثال ان انا ابدا اشوف لو في برونكيال كارسينوما كانسر في الشعب الهوائيه مثلا، عن طريق الطريقه اللي احنا قلناها اكسوفيليتد كانسر سيلز ان سبيوت، اشوف الخلايا بتاعت الكانسر طالعه في البلغم. كمان استخداماته سكريننج فور مالجنس، سكريننج يعني فحص، فحص اشوف والله هل في كانسر ولا ما فيش، اعمل ديتكشن كده ان انا افحص واشوف السيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا، سيرفايكال انترا ايبيثيليال نيوبليزيا يعني اورام موجوده في عنق الرحم. تمام، في السيلز اللي انا كحتها او خدتها من السيرفكس عنق الرحم. يبقى كل الفكره هنا لها علاقه بالماليجنسي. كمان ممكن استخدم السيتولوجي دي ان انا اشوف الميكروبس او المايكرو اورجانيزمز الموجوده، بكتيريا فيروسز اي حاجه في الخلايا، عن طريق ان انا لما خدت السيرفايكال سميرز عينه من عنق الرحم او البرونكيو الفيولار لافاش دي اللي انا العينه اللي طلعت من البلغم، لقيت ان الخلايا دي مليانه بالميكروبس او بالمايكرو اورجانيزم، يبقى سيتولوجي فادني في حالات الاورام، وكمان فادني ان انا اشوف لو في اي انفكشنز. تمام، طيب هنا بقى بيعرفك ازاي بيحصل حاجه اسمها سيل اند تيشو كلشر، كلشر يعني مزرعه بالعربي كده، ازاي باخد الخلايا واحطها في اطباق كده معينه او في انابيب عشان، واحط عليها مواد معينه وسوائل معينه كده عشان تبدا تتكاثر وتنمو وتزيد عددها، وبالتالي انا ايه اقدر افحصها، فدي بيسموها سيل اند تيشو ايه كلشر. الليف سيلز الخلايا الحيه هي والانسجه كان بي مينتيند اند ستاديد اوتسايد ذا بودي ان كلشر، يعني تفضل حيه وافضل ادرسها خارج الجسم في المزرعه، يبقى انا كده حافظت ان الخلايا تفضل حيه. تمام، تفضل حيه. التشو النسيج كان بي اكزامند ان ليفنج ستيت، بقدر افحصها وهي في صوره حيه، النسيج حي،
باستخدام مايكروسكوب اسمه فيز كونتراست لايت مايكروسكوبي ويزاوت ستيننج، ودي من غير اي تبغات. يبقى في مايكروسكوب اهو يا جماعه اسمه فيز كونتراست مايكروسكوب، ده نوع معين من المايكروسكوب بيفحص لي الانسجه والخلايا وهي في صوره حيه من غير ما اصبغ ولا اعمل اي حاجه. استخدامات الكالتشر ده ان انا ادرس السيل جروس والديفرنشيشن جروس، يعني نمو الخلايا، بشوف معدل النمو بتاعها سليم ولا لا، بتنمو كويس ولا لا. ديفرنشيشن يعني التخصص، هل الخلايا دي مثلا بقت بروفيشنال زي ما احنا بنقول كده، بقت متخصصه تماما وبتعمل الوظائف كلها بتاعت الكبد مثلا، يبقى خليه كبد 100%. تمام. تدرس الافكت اوف نيو دراجز اون سيلز، بشوف لو انا عايز ادرس تاثير ادويه جديده على الخلايا، فباخد الخلايا دي وتفضل حيه خارج الجسم واضيف عليها بقى الادويه دي واشوف هل تاثير الادويه دي هيحصل ايه على الخلايا. تمام. بدل ما اجرب الدواء ده على البني ادم مثلا وهو حي، ما ينفعش، فانا اخد الخلايا دي تفضل حيه جوه بره واجرب عليها بره بقى تاثير الادويه. cultivation of virus and vaccine production، ان انا كده بقدر اخد بعمل مزرعه للفيروسات، ما الفيروس ده كائن، اخده بقى وازرعه بنفس طريقه الخلايا دي واخلي الفيروس ده يتكاثر 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 واعرف منه ان انا اقدر اكون الفاكسين. فاكسين يعني التطعيم بتاع الفيروس ده، ان انا هاخد الفيروس ده او اخد جزء منه وهبدا احقن بيه الهيومن بودي، جسم الانسان، عشان جسم الانسان يتعرف عليه ويكون اجسام مضاده، عشان لما يجي الفيروس نفسه بقى يدخل جسم الانسان يلاقي فيه انتي بوديز، اجسام مضاده جاهزه. وده كلام هتاخدوه في ماده الميكروبيولوجي مع بعض باذن الله السمستر اللي جاي، هنشرحها باذن الله. يبقى دي بيعرفك بس ايه استخدامات الكالتشر. طيب نيجي هنا بقى، ايه انواع الميكروبس، تايبس اوف مايكروسكوبس، تايبس اوف انواع الميكروسكوبس. عندنا اشهر نوع اللي هو اللايت مايكروسكوب، لايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي العادي خالص، ده اللي احنا قلنا هنصبغ العينه بطريقه البرافين او بطريقه الفريزنج، نقطعها ونصبغها بليماتوكسين او ايسين او الصبغات الخاصه في الاخر عشان احطها تحت اللايت مايكروسكوب واشوفها. يبقى اللايت مايكروسكوب ده عباره عن مايكروسكوب ضوئي باسنج فيزيبل لايت، يعني بتعدي اضاءه كده ضوء ثرو السامبل من العينه and collecting it، تجمع الميكروسكوب ده بيجمع الضوء ده اللي طلع على العينه يجمعه ويدخل with one or more lenses، يدخل فيه عدسات والعدسات دي تدي لي في الاخر magnified image، صوره مكبره بتشوفها انت بعينيك بقى لما تحط عينك في الميكروسكوب، لان اللايت مايكروسكوب فيه اكتر من لينس، اكتر من عدسه، هنشوف الصوره مع بعض دلوقتي. في الاخر انت بتشوف صوره بعينيك مكبره ماجنيفايد. مهم قوي تبقى عارف، هنقولها مع بعض دلوقتي، ان تكبير اللايت مايكروسكوب قد ايه، ممكن يوصل ل 1000 مره او 1500 مره. كمان مهم تبقى عارف اللايت مايكروسكوب ده الريزوليوشن بتاعه، نقاء وجوده الصوره از ليميتد تو، يعني اقصاها حوالي 2 من 10 مايكرون، حوالي 2 من 10 ايه مايكرون. انا هفهمك يعني ايه 2 من 10 مايكرون، يعني لو في دي نقطة في الخلية ودي نقطة في الخلية في العينة يعني اللي احنا بندرسها تحت اللايت مايكروسكوب، لو المسافة ما بين النقطتين دول اكتر من 2 من 10 مايكرون، يبقى اللايت مايكروسكوب هيظهر للنقطة دي واضحة، والنقطة دي واضحة جدا لو المسافه اللي ما بينهم 2 من 10 مايكرون او اكتر. لكن لو المسافه قلت عن 2 من 10 مايكرون، قلت، ساعتها اللايت مايكروسكوب مش هيقدر يجيب تفاصيل النقطه دي والنقطه دي، تمام؟ لا، هيبينهم كانهم نقطه واحده. عارف كانك كده جبت موبايلين وصورت بيهم صوره للدفعه كامله كده، وجبت الموبايل رقم واحد وحملت زوم على الصوره عشان تشوف محمود جنب احمد مثلا، وتشوف محمود واضح لوحده تماما ومحمود واضح لوحده تماما وباين تفاصيل محمود وباين تفاصيل احمد. انما في الموبايل التاني لما جيت تعمل زوم باين لك ان محمود واحمد كانهم حاجه واحده لازقين في بعض، مش باين تفاصيل محمود ولا باين تفاصيل احمد. تمام. فدي معنى كلمه ريزوليوشن او نقاء الصوره. فهنا مهم قوي نعرف ان الريزوليوشن بتاع اللايت مايكروسكوب 2 من 10 مايكروم اخره،
لو المسافة أقل من كده بين الحاجتين ساعتها مش هعرف أشوف الحاجتين منفصلين وأشوفهم كأنهم حاجة واحدة، وده طبعا تبقى حاجة مش ظريفة. طيب الميكروسكوب التاني اسمه فيز كونتراست مايكروسكوب، اللي احنا قلناه وظيفته ان هو بيدرس الليفينج سيلز، خلايا حية وداوت ستيني من غير أي صبغات، ده مهم قوي. في مايكروسكوب بعد كده اسمه فلوريسنس مايكروسكوب، ده نفس فكرة اللايت مايكروسكوب كده، بس بيختلف عنه ان هو بيستخدم هاي انرجي لايت، ضوء بس بطاقة شديدة، تمام، زي الليزر كده عشان ينور العين. طيب في الكونفوكال مايكروسكوب، الكونفوكال مايكروسكوب ده بيتفوق على كمان الفلوريسنس مايكروسكوب ان هو بيجيب صورة 3 دي مجسمة، تمام؟ بيجيب صورة ايه؟ 3 دي كده مجسمة. which exclude light that is out of focus، يعني كمان بيشيل الضوء خالص اللي ما كانش على العينة، فبالتالي يعني نبقى فاهمين بس ان الكونفوكال ده بيطلع لي صورة 3 دي مجسمة. نيجي بقى للالكترون مايكروسكوب، مايكروسكوب الالكترون. ده بيستخدم بيم اوف الكترون، شعاع من الالكترونات بيخترق العينة rather than اللايت، يعني بديل للضوء، ما هنا ما بيستخدمش ضوء، هنا بيستخدم شعاع من الالكترونات. illuminate the specimen، specimen دي يعني العينة، illuminate بيض بيخترق العينة كده. يعني مش مهم الكلام ده، المهم بقى اهو allows higher resolution، نقاء وجودة الصورة هنا أعلى بكتير من اللايت مايكروسكوب. لو تفتكر نقاء اللايت مايكروسكوب كانت 2 من 10 مايكرون، هنا 2 من 10 نانو، هنشوفها دلوقتي في المقارنة، 2 من 10 نانو متر، هعرفك يعني ايه نانو كمان شوية. بس افتكر هنا الريزوليوشن 2 من 10 مايكرون، هنا الريزوليوشن بتاع الالكترون 2 من 10 نانو. كمان الماجنيفيكيشن، التكبير بتاع الالكترون مايكروسكوب 100 مرة أكبر من تكبير اللايت مايكروسكوب، 100 مرة أكبر من تكبير مين؟ اللايت مايكروسكوب. وهنشوف المقارنة دلوقتي ما بين اللايت والإلكترون وهتبقى مهمة جدا. أنا هنا بس عرفناك فكرة عامة عن كل نوع مايكروسكوب بيعمل إيه، تمام؟ طيب أدي المايكروسكوبس، عندنا اللايت مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الضوئي العادي، وعندنا الالكترون. والالكترون يا جماعه نوعين، نوع بنسميه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، ده جهاز كبير كده ومتوصل بشاشه كده بيطلع لي الصوره بتاعتها ابيض واسود، نفس الكلام السكاننج الكترون مايكروسكوب، جهاز كبير ومتوصل بشاشه وبيطلع لي الصوره برضو ابيض واسود. بس ايه الفرق هنا؟ سكاننج يعني بس بيجيب لي سكان، بيعمل مسح للصوره من بره، يعني مسح الخلايا من بره كده، يشوف لي منظر الخلايا من الخارج. انما ترانسميشن يعني بيخترق، فهنا بيجيب لي تفاصيل داخل الخلايا، تفاصيل داخل الخلايا، يبقى اللي بيجيب لي تفاصيل داخل الخلايا بنسميه ترانسميشن، اللي بيجيب لي من بره كده بنسميه سكاننج مايكروسكوب. ده طبعا اللايت مايكروسكوب بيجيب لي بس كده ايه، صوره عامه للانسيج من بعيد كده، لان طبعا تكبيره مش زي الالكترون، الالكترون بيكبر فبيجيب لي التفاصيل، انما اللايت بيكبر بس مش زي الالكترون. وكمان اللايت الصوره بتاعته بتبقى باستخدام صبغات، فبيطلع لي بقى ايه، احمر وازرق، يطلع لي اورنج اسود زي ما كنا خد، تمام. ادي اللايت مايكروسكوب، مهم قوي تعرف تفاصيل اللايت مايكروسكوب. فوق خالص بيبقى فيه عدسات بنسميها الاوكيولار لينس، بعد كده الجزء ده بنسميه البادي تيوب، انبوبه. عندك هنا عدسات تانية بقى اسمها ريفولفينج، اسمها اوبجكتيف لينسز، اسمها اوبجكتيف لينسز، ودي بتكون مختلفة حسب التكبير بتاعها، يعني في واحدة تلاقي مكتوب عليها 4، في واحدة مكتوب عليها 10، في واحدة مكتوب عليها 40، في واحدة مكتوب عليها 100، دي قوة التكبير بتاعتها. الأوكيولار لينس دايما قوة التكبير بتاعتها 10، وعشان أعرف الصورة اللي أنا شايفها على في عيني دي مكبرة كم مرة، بضرب قوة تكبير الأوكيولار لينس اللي هي دايما 10 في قوة تكبير العدسة المستخدمة اللي أنت حاططها، مش إحنا قلنا دول العدسات، أنا هشوف أنا هحط أنهي عدسة. فلو انا حاطط العدسه اللي هي 4 يبقى 4 في 10 40، يبقى كده انا الصوره اللي انا شايفها مكبره 40 مره. لو انا حاطط 40 يبقى 40 في 10 يبقى 400، وهكذا.
عندك بقى الجزء اللي بيبقى فيه العدسات دي بيسموه ريفولفينج نوز بيس. عندك هنا اسمها ستيج كليبس، كليبسات كده عشان تحط الشريحه الازاز اللي فيها العينه هنا ما بينهم. اللي بتاع السودا دي كلها بيسموها ستيج اللي عليها الكليبسات دي. الدراع ده نفسه اللي بتمسك منه اللايت مايكروسكوب بيسموه الار. عندك هنا مصدر الضوء تحت اهو اللمبه اللايت سورس، عندك ده اسمه كوندنسر مكثف اللي بيجمع الضوء ويكثفه عشان يطلع على العينه وبعد كده يطلع على العدسات. عندك القاعده بتاعت الميكروسكوب اسمها البيز. عندك هنا بقى حاجه اسمها زر او زرار كبير كده او دايره كبيره كده بتلفها اسمها كورس ادجستمنت، ودايره صغيره كده تحتها اسمها فاين ادجستمنت. يبقى كورس ادجستمنت نوبس وفاين ادجستمنت نوبس. ساعات في بعض الميكروسكوب تبقى الدايره الكبيره وعليها كمان الدايره الصغيره، يعني مش الدايره الصغيره دي لوحدها، لا ده على الكبير. فبتحرك الكبيره دي، الكبيره دي بتحرك لك ايه؟ بتحرك لك الستيج دي، تقربه كده لفوق او تحت، يعني تبدا تقربه كده عشان الشريحه تقرب من العدسه. بس خلي بالك ما ينفعش تقربه جامد عشان ما تكسر من العدسه، ما تكسرش العينه، لان العينه انت حطيتها الشريحه هنا اهو ازاز، فلو لزقتها في العدسه هتكسر الشريحه الازاز. فانت بس مجرد انت بتفضل تقربها 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 الستيج دي اللي هي شايله العينه او الشريحه، تبدا تقرب 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 لغايه لما تظهر لك الصوره. لما تظهر لك الصوره تبدا تستخدم الفاين ادجستمنت ده بقى، ده برضو بيظبط نقاء الصوره، تبدا تحركه كده يمين كده تظبط نقاء ايه الصوره. طيب ده الالكترون مايكروسكوب زي ما قلت لكم، جهاز كبير كده متوصل بيه شاشه ويبدا يظهر لك ايه الصوره ابيض واسود، دايما بتكون ابيض واسود الصور بتاع الالكترون مايكروسكوب. عندنا ترانسميشن وعندنا ايه الكترون. الالكترون مايكروسكوب الترانسميشن اختصاره تي اي ام، ده بيجيب لك تفاصيل داخل الخلايا، لكن الصوره دي مثلا ده جايب لك من بره الخلايا زي كأن في شعر كده على الخلايا من بره، فده يبقى سكاننج الكترون مايكروسكوب واختصاره اس سي ام. طيب الترانسميشن او السكاننج ليه بيطلعوا الصوره ابيض واسود؟ لان احنا قلنا ان ده شعاع من الالكترونات بيدخل على عينه، فاما هيخترق حته من العينه فتبان فاتحه فنسمي الحته الفاتحه الكترون ليوسنت، يا اما مش هيخترق فنسمي الحتت الغامقه اللي ظهرت الكترون دنس. يبقى ليه عرفنا ان الصور بتبان ابيض واسود؟ عشان يا اما فاتحه حتت فاتحه فنقول عليها الكترون ليوسنت، يا اما حتت غامقه نقول عليها الكترون ايه دنس. بيقول لك بقى ان الترانسميشن الكترون مايكروسكوب ده ميجرز ريلاتيف ديفرنسز، بيشوف الاختلافات اللي موجوده داخل العينه واستجابتها للالكترونز. ترانسبيرنسي اوف سبيشمن تو الكترونز، يعني اختلافات للاستجابه للالكترونات، هل تم الاختراق ولا ما تمش الاختراق، وزي ما قلنا كده يا اما الكترون دنس يا اما الكترون ايه ليوس. يعني المهم قوي نبقى عارفين بقى ان لو انا هشوف العينه بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب لازم اقطع العينه لالترا ثين سيكشنز، مش ثين سيكشنز بس بقى زي ما كنا بنقطع في البارافين. البارافين والفريزنج ده كنا طريقه تقطيع عشان اشوفه تحت اللايت مايكروسكوب، لكن الالكترون مايكروسكوب لازم اقطع جامد، اقطع قوي تبقى رفيعه جدا. هناك كان سمكها من 5 ل 10 او 5 ل 8 مايكرون، لكن هنا من 50 ل 100 نانو، وعرفك ان النانو دي اصغر وحده قياس صغيره قوي قوي، اصغر من المايكرون. تمام، يبقى هنا العينه لازم تكون من سمكها السمك بتاعها من 50 ل 100 نانو، 100 نانو فقط. تمام، وبتتسبق بقى بسبغات خاصه، معيش بقى هيماتوكسين ويوسين والكلام ده، لا بتتسبق بحاجه اسمها ايه اوزميوم تيتروكسايد، دي بتبقى ايه هيفي ميتالز كده، ميتالز معادن يعني، زي حاجه اسمها اوزميوم تيتروكسايد. السكاننج هو نفس الفكره، بس العينات هنا بتتغطى بطبقه كده من البلاتينيوم، طبقه رفيعه من الميتال المعادن زي البلاتينيوم كده، وبتشوف لي برضو الديفرنسز الاختلافات في الريفليكشن اوف الكترونز، الانعكاس بتاع الالكترونات. ففي الاخر يعني دي تجيب لي برضو صوره 3D،
يبقى سكاننج زي الصوره دي كده بيجيب لي صوره 3 دي مجسمه كده للخليه من بره والسطح الخليه الخارج. وعرفنا يعني ايه الكترون دنس، وعرفنا يعني ايه الكترون ليوس. مهم قوي 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 نبقى عارفين ان عشان افحص العينه بالترانسميشن لازم يكون سمكها من 50 ل 100 نانو. طيب مقارنه مهمه جدا 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 ما بين اللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. هنشوف مع بعض. اول حاجه تايبس اوف راديشن، الاشعاع اللي انت استخدمته هل هو ضوء ولا الكترونات؟ هنا لايت بيم، شعاع من الضوء، انما هنا الكترون بيم. شعاع الضوء هنا بيترافل بيطلع عن من خلال الهواء كده، لان لو شفته في صوره الميكروسكوب كان الضوء، والضوء بيطلع في الهواء كده يروح للمكثف عشان يتجمع على العينه. انما هنا شعاع من الالكترونات بيبقى عن طريق فاكيوم، فاكيوم كانه انبوبه كده، الالكترونات تمشي في الانبوبه دي عشان تخترق العينه. اللينس، العدسات المستخدمه في اللايت بتكون جلاس، عدسات زجاجيه، انما هنا بتكون الكترومغنتيك، الكترومغناطيسيه، تمام، كهرومغناطيسيه. التكبير هنا مهم قوي، قلنا هنا اقصاها من 1000 ل 1500 مره، انما هنا ممكن يوصل ل 120 الف مره وساعات اكتر من كده كمان، ممكن يوصل ل 200 الف كمان، لكن مكتوب لكم اب تو يعني ممكن يوصل ل 120 الف مره. طيب الريزولفنج باور اللي هي ريزوليوشن، ودي مهمه قوي، قلنا هنا 2 من 10 مايكرو متر، انما هنا 1 من 10 او 2 من 10 نانو. يعني ساعات في كتب بتكتبها 1 من 10 وكتب بتكتبها 2 من 10، تمام، عشان تبقى نفس ال 2 من 10 يعني، بس الفرق ان دي مايكرون دي نانو، وقلنا هعرفك في نهايه المحاضره يعني ايه مايكرون ونانو دي، بس نانو هي وحده قياس اصغر من المايكرو. طيب السكشن ثيكنس، التخن بتاع السكشن المستخدم، هنا قلنا من 5 ل 8 مايكرون، لكن هنا لازم تكون رفيعه قوي 50 ل 100 نانو، او مكتوب من هنا من 60 ل 80 نانو، مش هتفرق يعني 50 ل 100 60 ل 80، المهم بالنانو يعني. يعني اقل من 1 مايكرون، لان انا هعرفك دلوقتي يعني ايه مايكرو. طيب امبيدنج ميديوم، ايه الحاجه اللي حطينا فيها العينه؟ احنا قلنا هنا حطيناها في بارافين لو تفتكروا، او عملناها فريزنج، بس لو هنحطها نحطها في بارافين، انما هنا بنحطها في ماده اسمها ايبوكسي ريزن، بنحط العينه في ماده اسمها ايبوكسي ايه ريزن، وطبعا هنا صبغات مختلفه عندي. الفاينل ايمج از بروجكتد تو، يعني الصوره النهائيه بتظهر لك فين؟ هنا بتظهر لك في الفيورز ريتنا، الشخص اللي شايف في شبكيه العين بتاعته، او في العين يعني بتاعت الشخص اللي بيحط عينه في الميكروسكوب. لكن هنا الصوره النهائيه هتظهر لك فين؟ على شاشه فلوريسنت سكرين، شاشه معينه اسمها فلوريسنت سكرين، تمام؟ طيب نيجي بقى لاخر حاجه في المحاضره اللي هو وحدات القياس المستخدمه اللي دايما هنقولها في الهيستولوجي. عندك الاول المتر، لو تفتكر المتر في كام سنتي؟ في 100 سنتي، يبقى السنتيمتر هو 1 على 100 متر، تمام؟ يعني باختصار المتر يا جماعه في 100 سنتي. طب السنتي الواحد في 10 مللي، ركز معايا الاول، المتر في 100 سنتي، السنتي في 10 مللي، يبقى 1 سنتي هو 1 على 100 من المتر، انما 1 مللي هيبقى 1 على 1000 من المتر، لان السنتي في 10 مللي. طب المللي الواحد بقى، المللي الكلب الصغير ده في 1000 مايكرو، 1000 مايكرون او 1000 مايكرومتر، تمام؟ يبقى ساعتها اقول ان الواحد مايكرو اللي هو المايكرون يعتبر 1 على مليون متر. طيب المايكرون الواحد هو في 1000 نانو، 1000 نانو، يبقى اذا الواحد نانو هو 1 على 1.9 اصفار. طيب النانو في 10 انجستروم، يبقى الانجستروم هو عباره عن 10 وبعد كده 9 اصفار. مش مهم القصه دي، القصه دي مش بتيجي في الامتحانات قوي، بس المهم تبقى فاهم، تبقى فاهم يعني لما اجي اقول لك السنتي اكبر ولا الملي؟ السنتي. طب الملي اكبر ولا المايكرون؟ الملي. طب المايكرون ولا النانو؟ المايكرو. طب النانو ولا الانجستروم؟ النانو متر هو الاكبر، تمام؟ يبقى دي وحدات القياس. هقول لك ببساطه تاني، بالراحه بالراحه تاني، ركز معايا، المتر في 100 سنتي،
السنتي الواحد في 10 ملي، الملي الواحد في 1000 مايكرون، المايكرون الواحد في 1000 نانو، والنانو الواحد في 10 انجسترا. تمام، ودي كلمة مايكرون وده الاختصار بتاعها، وده النانوميتر واختصارها ان ام كده زي ما شفنا من شوية. اتمنى تكونوا استفدتوا بالمحاضرة. انتوا شايفين النظام بتاعي بنمشي مع بعض كلمة كلمة، وده هيكون نظامي على طول معاكم في كل المحاضرات اللي بشرحها ان شاء الله السمستر ده، قلت بديلكم ان شاء الله اللي هو تي اس اف. والسمستر الجاي بقى عندنا مادة كبيرة كده اسمها اللي هي الفارماكولوجي، وعندنا المايكروبيولوجي والاميونولوجي كمان، كل الحاجات دي هشرحها لكم بإذن الله بنفس الطريقة، ماشيين كلمة كلمة بالترجمة بكل حاجة. أنا كمان معاكم على الواتساب يا جماعة 24 ساعة، أي حد افترض إن هو احتاج أي حاجة بيبعت لي على طول. زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله مش هتبقوا محتاجين حاجة، بس بنقول برضو لو حد احتاج ما يقلقش من أي حاجة. أتمنى أتعرف كل زمايلكم في الدفعة، الموضوع ده موفر جدا لكل الناس مهما كان مكانه فين. وأشوفكم على خير إن شاء الله.